ما هو برضو من صراعات الهوى عند حضرتك إنه زمان كان الجمهور بالذات على المسرح لما ما يعجبوش أداء ممثل يحدفوه بالطماطم يحدفوه بالبيض لكن على الهوى مع مدحت شلبي الجمهور بيتصل يشتم لا لا وأحياناً بيتصل يوجه نقد أو إساءة لزملاء لدرجة إن حضرتك تم اتهامك بإنه مداخلات الجمهور أحياناً بتبقى مفبركة أو متزبطة بجد والله؟ والله لا حضرتك أكيد سمعت الكلام ده أكيد مش جديد عليك أقسم بالله أقسم بالله عمري ما أعمل ده أبداً أبداً لكن ممكن حد يشتمني ممكن هي مرة حصلت ودي ما مش يعني مفروض ما تبقاش من الأخلاقيات يعني إن عمل واحد مداخلة وبعدين واحد من بعيد شتمني فقلت له شكرهولي بس لكن مسألة إنه أنت تفتحي مكالمات وتبقي ضامنة اللي هيكلمك ده بني آدم محترم ما تضمنيش عشان كده احنا وقفنا المداخلات اللي على الهوى يعني لأن على الهوى ممكن جدا حد مزقوق عليكي حد ما بيحبكيش وده وارد الناس كلها مش هتحبك يعني لكن انا عشان ازق حد يقول على زميل اقسم بالله عمرها ما ولا عمرها تحصل ومش من اخلاقي اطلاقا ولا يمكن تكون حصلت لا يمكن بس حضرتك مدشن مدرسه التراشق بين الاعلاميين بمعنى وبدات ما بين حضرتك وعلاء صادق مؤسس هل حضرتك بتعمل ده عشان في حقيقي نفسنا أو في حاجة تستدعي ده ولا عشان تطلع على المسرح؟ يعني أنا مش عايز أتكلم عليه إنه هو الوقت هو في الغربة يعني وربنا معاه يعني هو كان مع الأسف كان كاس عالم تصفيات كاس عالم وإحنا وقتها كان المطبق إن الهدف خارج الملعب بهدفين طول عمرها كده الهدف خارج الملعب بهدفين ومصر كانت بتلعب وجبنا جون في الجزائر في السودان فأنا قلت إنه كده المفروض احنا تأهلنا اتحاد الدولي وبلاتر قال لا مش احنا اللي تأهلنا فانا قلت ازاي طول عمرها كذا فهو ما عجبوش الكلام هو بيحب كان يعني ومن نوع اللي يعني حتى كلامه بيركب جمل في بعضيها كده له اسلوب يعني ويحترم يعني انا ماليش تعليق على اسلوبه كلها حر في اسلوبه عمل عليا حمله بدون داعي يعني فلازم ارد بقى لانه طلع في كل الفضائيات يقول مدحت الجاهل مدحت كذا مدحت ما يصحش عيب يعني وانا ما قلتش حاجه من عندي انا طول عمرها كده ان هما في اللائحه حطوا كده بس دي طول عمرها كده ان الهدف خارج الملعب بقى ده فين وكل الكروين اللي سامعين دلوقتي عارفين الكلام ده كويس قوي يعني وبعدين يا سيدي انا غلطت ما تغلطش فيا غلط والله العظيم الحلقه اللي انا اصطدت فيها بس اصطدت في قصيده البغبغان اصطياد محترم يعني ولغايه وانا رايح الاستوديو ولغايه قبل ما اللمبه الحمراء تنور انا ما بعرفش اعمل مسجل خالص انا يا هوا اقول لهم مسجل ما سجلش هوا لانه بيطلع الكلام مباشر يعني فوانا قبل ما اللمبه الحمراء تنور انا ما اعرفش اقول ايه هل هرد هل مش هرد اول ما نورت حسيت ان لازم ارد يعني فديته قصيده البغبغان اللي هو غلباوي بن السلسان دي يعني لكن مش في وبدا التراشق وبدأ التراشق بس هو خلاص كان مشي بقى وبتاع لكن هو على يعني له اسلوبه الناس كلها عارفاه وحافظاه وحتى لغايه دلوقتي هو بيكتب انا عمري ما بتابع الحاجات دي ولا بتابع غيرها يعني ماليش في السوشيال ميديا اطلاقا لكن اعرف ان هو بيدافع عن الاهلي ومش عارف ايه عشان ياخد شعبيه الاهلي وحور ربنا ربنا يعينه يعني